السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دباح. دائما مع التدابير ومع التجهيزات رمضان، الحاجه اللي نقدروا يعني نوجدوها رمضان اننا نتشجعوا على بالي كاملة بتاتخ ما فين نديروا يعني كونسونطري تاع تشينا ولا القارص السيرو هذاك اللي يجي حلو ومن بعد نزيدوا له غير الماء. مي هاد يعني هاد الحلقه هذه ولا هاد الفيديو تشجعكم وتحفزكم. بون تشينا القارص طلعت السومه تاعو، يسمى لي خبى القارص ودار يعني كونسونطري تاع القارص، يعطيه الصحة. اللي ما دارش يعني السومة تاعو هي ديباسات راهي تلحق حتى 20 و21 ألف الكيلو. باغ كونطخ تشينا راهي مازالها تاع 6000 5000، هذه صغيرة تاع العصير. نقدروا نشرو كمية كبيرة كيما أنا نشيت شكارة، راني حطيت لكم هنا 4 كيلو باش نعطيكم برك كاش نقولوا الميزان، ومن بعد تيك نتوما يعني ديروا الكمية اللي حبيتوها. هادو ماء مليح رمضان باسكو لو كان نبداو نطلعو حسابنا شحال نصرفو يعني على الجو ولا على الشربات، تشوفوا بليك يعني ولا غير تطلع لنا سومه. الوغ كو يعني بشويه تاع تشينا نقدروا كمان نوجدوا هذا العصير ما فيهش مواد حافظه ونديروها يعني بوحدنا. المهم واش نسحقوا؟ انا هنا عندي 4 كيلو وزوج كيلو سكر عادي، نسحقوا سكرفاج، نسحقوا يعني اللي نرحو رحايه الكتريك دو بريفيرونس كي تكون كميه كبيره، سينو العصاره العاديه. ونسحقوا بيان سور دي بواط اللي نحطوا ولا ساشيات تاع الكونجيلاسيون، بصح هي دو بريفيرونس لي بواط. لي بواط كل واحد على حسب الكميه اللي يعني او موان قيس كاس ولا نص كاس على حسب يعني الكميه تاع يعني بلوتو عدد افراد العائله. انا هنايا عندي هاد لي بواط تاع توجور كوليكسيون هوم لايف، هاد لي بوتيت بواط اللي راح نستعملهم، ونستعمل يعني دي بواط اخرين. ها هو يغلق تاعهم مليح فوالا، نقدروا ميم نستعملوهم الكميه تاع الثوم. ان شاء الله نوجد معكم الثوم. الثوم اوفا ماشي الثوم يعني ماشي الثوم الجديده هذه، اي كميه تاع الثوم عندنا نوجدوها باش في رمضان ما نقعدوش يعني ندرسوا في الثوم، نوجدوا يعني نرفدوها زي غير تفهموا. فوالا هنايا واش نديروا؟ انا هنايا تشينا تاعي غسلتها تخي بيان، غسلتها نقيتها. واش نديرها دوك؟ نسكرفجها. كيفاش نحكم سكرفاج؟ هاد لو بول اوسي تاع كوليكسيون هوم لايف هاوليك جديد، غسلتو برك من الداخل. نقدروا ميم نديرو فيه لي كاك تاعنا يتوسا، يعني بالنسبة لي ما تعرفش هذا المنتوج هايل صحيح ويرفد 3.5 لتر نورمالمون 3.5 لتر. فوالا عجبني بزاف لا كولور تاعو فيغ بيستاش هايلة. حنا واش نديرو دركا؟ نحكمو نسكرفجو ماشي كاملة الكمية، نص الكمية ولا ربع الكمية. هنا واش الفايدة تاع السكرفاج تاع التشينا تاعنا؟ الفايدة أننا نعطوا الكونسونطري تاعنا يعني المركز تاعنا نعطوا له النكهه، على بالكم بلي النكهه كامله راهي لك جايه يعني في القشره تاع التشينه ديالنا. الو هنا كي نسكرفجو نسحقوا سكرفاج شويه رقيق، ماشي نعبزو غير هكا من الفوق برك. شوفوا شوفوا ما نلحقوش لهاد يعني لهاد المنطقه البيضاء، نسكرفجو كميه اللي حبيناها. دوك انا يعني ما نضيعكمش الوقت ومش ما تجيش الفيديو طويله، نسكرفج انا الكميه هذه اللي عندي، ومن بعد تو سامبلومون غير نسكرفج النص تاع الكميه ولا ربع ولا باش تعطيني نكهه. نحكم نعصرها، نقسمها على زوج ونعصرها في العصاره الكهربائيه ولا في العصاره اليدويه، ومن بعد نولي لكم. فوالا البنات هنا كما راكم تشوفوا هاهوليك سكرفاج تاع القارص يعني تاع تشينا بلوتو لو زيست تاع تشينا. وهنايا ومن بعد تيك يعني النص تاع الكميه سكرفجتها والنص عصرتو عادي. واش نديرو هنايا؟ ميم نوريكم ها هي ليك اللب اللي كيما نعودو نعصرو. شوفو هذا تاني كيما نرميش، نحيلو برك العظام على بالكم كي نعودو نعصرو يجو هنا العظام، نحيوهم ونكملو نخليهم يطلقو لي النكهة تاعهم. يسمى ما نرمي والو من التشينة ديالي، هكا نستفادو من كلش. فوالا واش ندير هنايا؟ ندير بون بيسك الغيسيبيون هذا تاعي يرفد 3.5 لتر، نشوفو لا يرفد لي كاملة الكمية. تخي بيان هاو رفد لي كاملة الكمية. هاهوليك واش ندير؟ ندير هنايا زوج كيلو تاع السكر ديالي. في 4 كيلو درت انا زوج كيلو تاع السكر باش يجيني السيرو تاعي مليح. كاين اللي يديروا كيلو بكيلو، انا شو تخوف بليك بزاف وكل واحد كيفاش يخدم. بون هذا ومن بعد تيك نخليه حتى يهبط ومن بعد نكمل باش ما يتدفقليش. واش ندير هنا؟
هنا واش نديرو؟ نحكمو نخلطو غير بالعقل. هي نورمالمون واش نديرو؟ نخلوها مده، المده تحبوا تخلوها ليله كامله، تحبوا تخلوها نهار كامله، ولا درتوها مع الصباح. حنا لو بلوز امبورطون هنايا يعني السكر يذوب، يولي ما يبانش، والجو ديالنا يتعسل، يولي سيغو. الوغ انايا باش يعني العمليه هذه نزربها والسكر ديالي يذوب بالخف، نعاون روحي بالبغا ميكسر. هذاك لو بغا ميكسور نميكسي كلش باش نخلي هذاك السكر ديالي يذوب وما يديليش وقت كبير باش يذوب لي. واللي حبت يعني تخليه تحطه بجيه، تحطه في يعني في بوتاجي ولا تحطه في الثلاجه، المهم ما تغفلش عليه، تولي ساعه على ساعه هكايا تدور باش السكر ما يهبطش للتحت، ويعني السكر ديالنا يذوب. وانا هذه هنا البولب يعني اللب تاع التشينا تاعي يخي، ومن بعد كلش نصفوه. الوغ ماني حابه نمسح حتى ديتاي. هنايا تشينا بالنسبه هذه يعني الكميه اللي قعدت ما ترموهاش، انا نخبيها في الكونجيلاتور مليح نعطروا بها البيت، على بالكم مع شويه قرفه شويه قرنفل يعني تولي. نقلو سردين، نقلو حوت، نطيبو كيما السيبيا كيما الشوفلور كيما الكرومبيط، اللي تلقى ريحه ماشي مليحه. دائما نرموها كازوج حبات مع عود قرفه يبصر بينا كامله هذيك الروائح. راني يعني جي بارطاجي هذا يعني ليدي معاكم. هذه هي، انا نخلي السكر يذوب لي ونعاود نولي لكم. هنا راح نزيد هذيك الكميه، بس كاني حطيت العصير تاعي في ماعون يعني بلو لارج، ونقعد ساعة لساعة دور نخلطوها كامل الميكسر. ولي عندها الوقت، ولي عندها الوقت تخليه يقعد شحال حب حتى يعني السكر يذوب بعقلو. شوفوا البنات هنايا، هاهوليك لو كونسونطخي تاعنا، تشوفوا بليك خلاص داب ولا كي سيرو. هاهوليك قلت لكم انا عاونت روحي بلو بغا ميكسر يعني باش ما نقعدش نخليه يبات ليله كامله. هاهوليك ما كاش ما اسهل، وتشوفوا النتيجه كيفاش تكون رائعه رائعه فريمون. انا هنا واش ندير؟ هاهوليك نجيب صفايه هكذا ونبدا نصفي هاهوليك في الجو تاعي، باش هذاك لو زيست خلاص يعني سكرفات تاع تشينا تلقنا لو كولي رانا حابينو. مام هذاك اللب لابوب تاعو تلقت لنا يعني لو كولي رانا حابينو. دوك نصفيه باش يجي فريمون صافي. والناس اللي ما عندها حاجه تحب تخلي يعني هذاك ما يضرش ما يطلقناش مراره ابدا، ما يجيش كامل مر. وكاين اللي يحبوا الجو فريمون صافي، كل واحد لو كو ديالو. انا هنا راح نصفيه باش يكون فريمون يعني ما كاش. نجيب مغرفه، شوفوا هنايا، شوفوا كي صفيتو كيفاش هذا كاملاتيك يعني يخرج منايا صافي ما كاش ما فيه والو. وهدايا يعني نقدروا نحتفظوا به، على بالكم نديروا في المسكوتشو تاعنا يعني ليكاك ولا، يعطينا مذاق رائع. انا نكمل نصفيه كامله ونعاود نولي لكم. شوفوا البنات هنايا بعد ما صفيتو، شوفوا كاش يجي معسل، يجي صافي. بالنسبه للناس اللي ما تحبش بيان سيغ يعني تحبو صافي، يجي فريمون تشوفوه يعني ما كاش السكر كامله داب ويجي معسل. ودركا نقعدوا يعني الطريقه تاع التخزين، كل واحد يخزن على حسب الكميه اللي مال. مثلا لي كونسومي ريتلا يدير شكاير ولا بايط هكذا يقيس ريتلا، اللي مثلا يحب كميه كبيره على بالو بليك العائله ديالو تشرب 3 ريتلات ولا 2 ريتلات، ولا يعني في هذيك كيما في رمضان دير حسابها حساب يعني الفطور والسهره. المهم التخزين يولي لكم. انا نوري لكم كاس من هذا يعني هاد الكيسان اللي عندنا كاملاتيك. بسم الله فوالا هاهوليك، نديرو في قرعه تاع ريتلا يجي كوميم سكري. هاهوليك عندي هاد القرعه هذه ترفد يعني اكثر من ريتلا على كل حال. هاهوليك نعمرها بالماء، شوفوا هنايا في القرعه عطاني يعني ريزولتا فريمون هايل، الذوق عجبني. وانتوما واش ديروا؟ كل وحده دير على حسب الذوق، كاين يحبوا ترو كونسونطري، كاين يحبوا سكري. انتوما تميزوا الكاس تاعكم، اي كاس خيرتوه تشوفوا شحال يخرج لكم على حسب الذوق تاع العائله تاعكم، وتبداو تحطوا فيهم في الساشيات تاع كونجيلاسيون، ولا هاد البواط يجوا منظمين وما يدوناش مكان في الكونجيلاتور. فوالا البنات هنايا شوفوا كيفاش خزنت يعني المركز تاعي تاع البرتقال.
درتهم في كميات، كي نحب كميه صغار باغ اكزومبل الاطفال، ولا مانيش حابه يعني نستهلك كميه كبيره. فوالا درتهم في دي بتيت بوات. درت هنايا قيس زوج كيسان اللي تعطيني، شوفوا في هاد لي بوات تعطيني قيس زوج لتلات وشويه، درت زوج كيسان. وقلت لكم يعني على حسب الذوق ديالكم نتوما تسيو، نتوما المهم تخدموه المركز. ومن بعد كاين على بالكم اللي يحب الجو تاعو حلو، كاين اللي يحبو خفيف، كاين اللي يحبو شويه ثقيل. المهم انا درت هنايا كميه تاع زوج ريتلات، ما نقدرش يعني نعمر الكونجيلاتور ديالي بالبواط تاع الصغار. لي بواط قلت لكم جي اتفيزي هاد لي بواط تاع يعني شركه تاع هوم لايف، يعني هاد الشركه الجزائريه اللي تخدم بلاستيك صحي، يا غيا نادير، عجبوني بزاف، هايلين. شوفوا نقدروا نديروا فيهم المعجون، نقدروا نخزنوا فيهم هكذا جو، يعني هايلين. درت تانيك، تقدروا تستعملوا تانيك ساشيات هكا تاع كونجيلاسيون، ها هم ليك، يعني تخيروا برك البلاستيك يعني سبيسيال للكونجيلاسيون. هذه هي يعني وريت لكم كاملتك واش تقدروا ديروا لي بواط صغار لي بواط كبار. تقدروا تستعملوا هنايا ساشيات تاع كونجيلاسيون. وبالنسبه للبرتقال يعني النصيحه المهمه انكم البرتقال قبل ما تستعملوه اغسلوه تري بيان، اغسلوه وخلوه في الماء مده ساعه زوج سوايع باش يرطب، ويعني ما كاش هاد الحبيبات تاع على بالكم يديروا لهم المواد الحافظه، ردوا بالكم. وبعد تشري الاخرانيه ديروا لها شويه خل باش تعقموا البرتقال ديالكم. هذه هي بالنسبه يعني للتدبيره والتجهيزات، يعني على كل حال كل واحد وعنده طريقته كيفاش يوجد هذا النوع تاع المركز. المهم هذه فيديو تحفيزي باش يعني تنوضوا ديروا فال وتوجدوا كمان لرمضان. ودوكا واش قاعد نقول لكم، غير دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.